وزير الصحة والسكان يستعرض خطط وسياسات وتحديات الوزارة خلال الفترة المقبلة أمام مجلس النواب، ويؤكد تغطية 85% من المواطنين من خلال التأمين الصحي الشامل بحلول 2027. وزارة النقل تبدأ التشغيل التجريبي لقطار الفردان بئر العبد في سيناء بعد توقفه 50 عام، والفريق كامل الوزير يقرر إتاحته مجانا طوال الشهر احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة. مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويقر نقل تبعيته لمجلس الوزراء ومنح رئيسه السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص. مؤسسة حياة كريمة تطلق 5 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في الجيزة، وتوفر الدواجن ب90 جنيها للكيلو من خلال المنافذ المتنقلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوماً موسعاً على جميع أنحاء قطاع غزة في توقيت هجمات 7 أكتوبر، ويعلن بدء عملية برية محدودة في جنوب لبنان.